من يطلق النار على المتظاهرين واللجنة تهرب من أربين. أخيراً وتحت رصاص أمن النظام، لجنة المراقبين العرب تهرب من عربين تاركة المتظاهرين العزل في مواجهة الرصاص. الصدور العارية كانت أقوى من الرصاص، فسارع أمن النظام بالهرب. بحضور المراقبين أو في غيابهم، يصر أمن وشبيحة النظام على إطلاق الرصاص، وبعدالة مطالبهم يستقبل أهالي المسيفرة اللجنة بحضور الأمن والجيش وشبيحة إعلام النظام. يستمع أعضاء البعثة لبعض شكاوى المواطنين المشكك بهويتهم ولتعليقاتهم على عصابات النظام. هاي الحجة قال عنها أحمد الحاج علي إنها من العراق. هاي من العراق. قال عنها عراقية. قال عنها عراقية. الكاتب أحمد الحاج علي بيقول إنها من العراق. عصابة تيجي بدول مرسياحي 50 باسبول. يواصل المراقبون العرب جولاتهم في بعض المدن والقرى تحت رصاص النظام وتحت كاميرات إعلامه وشبيحته، وسط اتهامات جهات سورية معارضة بنقص الخبرة وبالتالي فشل مهمة البعثة التي لم تستطع ثني النظام عن مواصلة قتل المدنيين. إلى ذلك تحدث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم الثاني رئيس اللجنة العربية عن مساعدة محتملة تقدمها الأمم المتحدة للجامعة في إطار بعثة المراقبين، مقرا بأنهم ارتكبوا بعض الأخطاء بسبب قلة الخبرة. وأكد رئيس الوزراء القطري أن الجامعة العربية ستقرر بعد تقييم جميع جوانب الوضع بناء على التقرير المرتقب استمرار البعثة أم لا، مشددا على أن وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية لا الجامعة العربية. شبت مظاهرة سلمية 100%. نعم. غادرتها وراء 5 دقائق 7 دقائق صار ضرب اطلاق نار سماعي. هذا ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة العربية يوم الأحد المقبل، وبحسب تنسيقيات الثورة السورية فإن 390 شخصا استشهدوا منذ بدء مهمة المراقبين في 26 من كانون الأول الماضي. وعلى الرغم من ذلك يتحدى أحرار سوريا أساليب النظام القمعية بمظاهرات ومناشدات للجامعة العربية منها نصيب. من حرائر مصر الحرير إلى جامعة الدول العربية.